أعلن مجلس النواب جدول أعمال جلسته الثامنة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، وأكدت الدائرة الإعلامية للمجلس أن الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، والقراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم. كما يتضمن جدول الاعمال القراءه الاولى لمشروع قانون حمايه الطفل بالاضافه الى مناقشات عامه ستجرى خلال الجلسه